هنا ها؟ ابو هنا صلش عبد الرحيم صلش صافي صلش عبد الرحيم ماضي خارج يوسف دغاخ بانيتا فاش يتبع الماتش وانيتا بديت نشي نوخم اسني كيجو ستسيم اسني ليا ما مش توري دروخو سيمانات بوني غادي راه الماتش ما مش توري الاراء الجمهور دي برا ما مش توري ما يهنيليش الروح الرياضيه ما يهنيليش الشباب لك بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكرك نواد خاص هادو شي ماخذ الفرصه باش اني اللي راه شينا ورنا فباسم الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج دائما تسدي شان عبعاني شان سبعة فاروج ديوان السلام عليكم. اذا الاراء يتسليخ بغا برا هو انه المؤازره للجمهور للفريق اتحاد بنطيب هذه بقوه هذا بدون حرج خاصه ان اتحاد تيران في الارضيه النص في بنطيب و السيتي مخزع ما شاء الله يتيريبو شان الفوضى لان اصلا كره القدم رياضه نبيله وبالتالي تاثير الروح الرياضيه تسود بين الفريقين اولا وقبل كل شيء ثم ايضا الجمهور لا الوفائي او الجمهور الاتحادي يجب ان يكون في المستوى وان يعبر عن جمهور عن ارائه بروح رياضيه كبيره جدا وبالتالي تمنيك ان شاء الله الفوز للاتحاد بنطيب بقوه والجمهور الجمهور الفريقين يتفاهمان وان شاء الله السيتي ما تيربو الفوضى غون بكارو وتشكرك ان شاء الله وكما حكيت الشباب في العالم. انا عايز مثلا زيد دريوش وسيد ضغط مزيد مطيب ضفاض المباراه غيران وخرج الوفاء الرياضي دريوش لاتحاد مطيب نشتي نخرج نكجو سقسي ما مش توريد الاراء الجمهور ديال مزيد دريوش ما مش توريد ما ديريش الروح الرياضيه ما ديريش الشغل الناحيه ديال الروح الرياضيه وغنخوال ونشجار اتحاد بنطيب الماتش داير ان شاء الله سلمي وروح رياضيه والنيس ده الدن هذياوي ثلاثة تنقيدين والنيس ده الدن تنقيد هذياوي الماتش روح رياضيه الجمهور الوفاء الرياضي الدريوش يتمنى الوفاء الرياضي الدريوش تاوي الثاني ثاني زين من اللعبه ثلاثة تنقيدين حومه هذي قعد غالبراج ان شاء الله ولكن الجمهور الاتحاد بنطيب راه انت يرزو ثلاثة تنقيدين باش هذي قعد غالبراج ان شاء الله الماتش ان شاء الله جا الاتحاد الرياضي بنطيب جار الوفاء الرياضي الدريوش هذه ريسيل مي جار يلعبن جار الجمهور ونشي دوماثن ونتقاد كني ومره ونتقاد صحاب بنطيب ونتقاد صحاب بنطيب. شكرا اخر الاستضافه الحمد لله اليوم غادي ان شاء الله في ملعب مدينه بنطيب كنتمنى ان شاء الله المباراه تكون مباراه جد سليمه الحمد لله كنعرفوا بالفرق وفاء الدريوش الاتحاد بنطيب يعني قدروا واحد المسار كبير في هذا الموسم هذا يعني ثلاثه النقاط الحمد لله حنا كنتمناو ان شاء الله نجيبوا بنطيب كذلك حتى هو فريق الجمهور الاتحاد بنطيب حتى هو ثلاثه النقاط لان هذا العام كل جوج بهم كيلعبوا على الصعود فالحمد لله الدراري اللي غادي يلعبوا بروح قتاليه نتمنى ان شاء الله يكونوا خوت في وقت الملعب كما كنعرفوا الجميع باللي لاعبين مجربين عندهم امكانيات كبيره جوج بهم فرق كي لعبوا بواحد المستوى جيد كما كيعرفوا الجميع باللي الموسم الماضي كنا سحقنا بهذا الميدان هذا بهذا الميدان ان شاء الله يكون الا فاتح خير ان شاء الله فهو بعد دريوش وبعد دريوش فارق مركز عنده لاعبين مجربين كذلك الاتحاد بنطيب عنده لاعبين مجربين عنده خلاصه مرمى مدرب من بلغازي مدرب نحترمه كمدرب من مدرب المدرب الكبار كذلك السي سعيد وكيليه من المدربين الذي نحترمه كان مدرب رفيع كنتمنى ان شاء الله باللي جماهير كلهم كنتمنى ان شاء الله باللي ثلاث نقاط نجاوبوا ثلاثة دريوش باللي كيعرف نتمنى ان شاء الله نطلعوا الصعود الجمهور حتى ديال الاتحاد بنطيب كيبغي حق واحد الموسم اول انطلاق ديال البطوله بغى يطلع الصعود فهذا الا الشرف لينا وحنا كنقولوا باللي جوج فروق خوت كنتمي واحد المدينه بما يتكلم الدريوش فشرف ليا وشكرا اخر Yeah!
Okay.